كرة بلمسة من الطرف الأيمن والحكم يقول واصل إلى عمل وجود الخطأ في الكرة الماضية. كرة تحول في خط الوسط للوداد الرياضي بلمسة من الطرف الأيسر. الوداد يسعى للاعتماد على الكرة الطويلة نحو سايمون بيغول مسوفا، والهدف الأول في المباراة الدولي الترزاني سايمون بيغول مسوفا يتمكن من تسجيل الهدف. كومان الكرة الضاربة في الخط الأمامي للوداد الرياضي سايمون بيغول يصل للمرمى. ميسانغ وخط الوسط وكان ممنوع على لاعبي أولمبيك خريبكا في هذه المباراة. كرة نحو بوليكين بنزا، إمبنزيمور هدف من الحليفي بوليكين بنزا. كين بنزا في حدود الدقيقة 67 سبع لمرمى أولمبيك خريبكا ليسجل الهدف الثاني. شوف الإعادة لما حدث في الكرة الماضية جلال طشطاش، هنا ضريبة الاعتماد على لاعب ارتكاز يلعب لك في محور خط الدفاع شيء صعيب شوية. يتمكن من تسجيل الهدف بوليكين بنزا، تصبح النتيجة 2-0 لمصلحة الوداد أمام أولمبيك خريبكا. الدقيقة المقبلة يدفع باللاعب عبد الرزاق فيستان لاعب يوم التشكيل في مواليد رجراجي لحدود الساعة يصنع تفوق 2-0 أمام أولمبيك خريبكا بعيدا عن ملعبي وفي غياب تغييرات أخرى للمدرب. من الطرف الأيمن إمكانية لتوغل حمزة يتعلل إمبنزا في منطقة الجزاء، كرة بالرأس والهدف الثالث للوداد عبر سايمون أبيغول مسوفا في حدود الدقيقة 73 يتقدم الوداد 3-0 أمام أولمبيك خريبكا. الوداد في القمة في هذه المباراة بثالث أهدافه، 3-0 للوداد مرة أخرى سايمون أبيغول مسوفا. أولمبيك خريبكا يدفع ضريبة غياب أبرز مدافعي عن هذه المباراة وتدبير سيء لهذه المواجهة اليوم أمام الوداد الرياضي. شوف الأخطاء الدفاعية أمام هجوم متمكن، كرة كامبوليكين بنزا لسايمون بيغول مسوفا، والوداد في طريق سالكة نحو ثالث هدف في هذه المباراة. تصبح النتيجة 3-0. تأخر في النتيجة يوضح أن أولمبيك خريبكا أمامه عمل كبير جدا لكي يستعيد عافيته في البطولة الوطنية.